من يسأل عن بعض ما لا ينفعه، فهذا يجاب بما يسمى بأسلوب الحكيم. أسلوب الحكيم أن يسأل السائل عن شيء فيجيبه العالم بغير ما سأل، مثل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها. فهنا يسأل عن قيام الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما الذي أعد لها. ولهذا الآن من سأل عن قيام الساعة لا يجاب، لكن يقال له أن قيام الساعة حق ستقوم ولا يعلمها أحد إلا الله. قال جبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فدل على أنه لا جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمان قيام الساعة. فإذا جاء الآن جاهل يسأل عالم متى تقوم الساعة، فيقول له العالم: الساعة ستقوم وهي حق ولا يعلم وقت قيامها إلا الله، لكن ما الذي أعددت لها؟ فهذا ما يسمى بأسلوب الحكيم.